حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سفينة النجاة وعين الحياة، ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، جدتي جئت من الهم عليلا وبقلبي أشعل الحزن فتيلا. لا أرى للفرج الداني سبيلا، فارحمي يا بضعة الهادي شجوني. تعرف هذا الخطاب بين من ومن؟ بين بابين وجدارين ما عصرت، آهي لكني بأرزاء كسرت، كم على الآهات احتضرت، وبليلي قرح الدمع جفوني. جدتي أين أبي؟ وين راح الحسين؟ جدتي أين أبي؟ أين الأحبة؟ إنما العيش بدون الأهل غربة، بل حياتي أن يكون الموت قربا. ليتهم
في ركبهم قد أخذوني. من يجيب؟ فأجابت زهرة القبر المعفى: كربلاء لم تدع خلا وألفا، خطفت أهليك حتى الطفل خطفا، وحسين يسقى كاسات المنون. أيوا حسينا. بعد: إن صدرا كان للرحمة منبع، يا ابنتي شمر عليه قد تربى. إن صدرا كان للرحمة منبع، يا ابنتي شمر عليه قد تربى. وبجرد الخيل بالرمل توزع، وغدت وغدت عقيلة الهاشميين تسبى للخروب. أوثقوها كعلي بحبالي، مثل ضربي ضربت بنت الدلالي. خدها الملطوم يشكو أي حالي، متنها شابه بالجرح متوني. بعد: أجهلت بنت حسين للرزية، فأجابت جدتي: أين رقية؟ فأجابت: فاطم ماتت سبية، عينها الحمراء قد حاكت عيوني. مخلين العليلة بحدها بالدار تبكي ليل ونهار. تخاطب أبيها الحسين، شو تقول له؟ بويا الله وياك، بويا الله وياك، نيتك راشدة وأنا راح أظل بباب دارك قاعدة. بويا الله وياك، نيتك راشدة وأنا راح أظل بباب دارك قاعدة. حضرت روحي الرحيلك من زمان، وأنا راح أفقد خواتي والحنان. ليش ما خليت لي وياهن متشان؟ دونهن جني على ضعنك زايد، دونهن جني على ضعنك زايد. بويا ما اعطلك، ما عطلك يا بويا، جدامك طريق، بس يا بويا، بس يا بويا صواب فرقتكم غميج. اي والله ما تنحمل الفرق.
ليش ما خليت لي بدارك رفيج وحيدة ظلت لا أبو لا والدة وحيدة ظلت لا أبو ولا يا والدة. تقول يدرون بي أهلي ما بي حل فراق، يدرون بي أهلي ما بي حل فراق، أنا عمر المرض والورد ما خلى بي وراق، حتى على صوت الهوى روحي تصفر واشتاق، أنا بلشن ألاقي هلي ويشابقون شباق، داي المرض ينحمل والفرقة ما تنطاق، اي والله داي الفرق ينحمل والفرقة ما تنطاق. بويا بويا انا لقعد على درب الضعون وناشد اليرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا غايبي بالاحد مدفون، اي وانا ابي وانا ابي يا بويا بيتكم خالي وانا ابي وانا ابي نابين الصدع ليكم وانا ابي وانا ابي خذيت الطفل من عندي وانا ابي بل كن يسد خلتكم علي. الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.